بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء على قناة سبورت نادور، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم لمتابعة هذا النقل المباشر لمباراة شباب الكندي وقدس العرويد، ديربي إقليمي برسم الجولة الثالثة من بطولة القسم الأول لعصبة الشرق اللي غيجرى هنايا على أرضية الملعب البلدي بمدينة نادور في جو غائم، يعني حضور جماهيري قليل، جاء لمتابعة هذه المباراة ولمتابعة هاد الشباب وهاد الفراقي بجوج اللي جل العناصر ديالهم من أبناء المدرسة ديالهم لاعبين شباب. كنتمنوا لهم التوفيق في هذه المباراة وفي بطولة القسم الأول، هو إن شاء الله نشوفوا مباراة ممتعة، الفريقين كيمتلكوا مواهب تقدر تقول الكلمة ديالها في المستقبل القريب. أكيد أن شباب الكندي منبع المواهب، مجموعة من الأسماء اللي نتجها هذا الفريق طبعا بجهودات ديال رئيس الفريق جمال بعلولي والأصدقاء اللي معاه في المكتب المسير. هناك عمل قاعدي يعني ما دارش يعني في الفرق الكبيرة ديال المدينة، ولكن كيدار في فريق شباب الكندي اللي كيعوض هذاك الفراغ، وشفناه انه دازوا من هذا الفريق مجموعه من اللاعبين اللي كينشطوا اليوم في بعض الفرق المحليه والجهويه، الى جانب كما قلت اللاعبين اللي في اكاديميات على المستوى الوطني، باش من يعني وكاين لاعبين بحال مثلا عمر الهوتي مع احد المواهب الكبيره اللي كان تقل لفريق نهضه بركان لاقل من 18 سنه، ولكن يعني غادر ارض الوطن الى الديار الاسبانيه رفقه عائلته للاستقرار هناك، اللي كنتمنوا له طبعا حظ موفق في المسيره ديال الكرويه في اسبانيا، وايضا لاعب مجموعه من اللاعبين احد اللاعبين نسيت نذكر اسمه داز من فريق شباب الكندي الان يلعب باحد الفرق الدرجه الثالثه بملغه، والى الرسي معه ما نساوش ميمون الحمداوي لاعب فريق الاتحاد الاسلامي الوجدي في القسم الاحترافي الثاني اللي هو ايضا ابن المدرسه. اذا في هذه الاثناء كتعطى الانطلاقه ديال الجوله الاولى لهذا الديربي اللي نعتبروه ديربي جهوي، ديربي اقليمي كيجمع جوج الفرق اللي عندها تاريخ كبير في عصبه الشرق قدس العروي، اللي دخل طبعا نمروا تشكيله الفريقين. البدايه غتكون باصحاب بالضيوف فريق قدس العروي اللي دخل بالتشكيله التاليه: محمد الخواطري في حراسه المرمى، بقيه اللاعبين الصالحي، فيصل المرابط، فيصل الطيبي، سفيان بولهمث، ايوب بادو، حمزه برغو، زياد محمد جينيكو، محمد غالي، زهير المسيح طبعا زهير المسيح لاعب سابق لفريق حسنيات الناظور. بالنسبه لفريق شباب الكندي دائما في حراسه المرمى الحارس المتالق يونس قات، الدفاع مزياني محمد، ادم الماحي، امين العمراني، عيسى وسط الميدان، بوسلم انوار، البدري اسلام، ياسين في الهجوم، القجوعي حسام، مصطفى عبد السلام. يعني كنشوف ان هناك مجموعه من التغييرات على مستوى تشكيله فريق شباب الكندي لموسم 2024 2025، مجموعه من اللاعبين المتالقين اللي يحملوا قميص الفريق، البعض غادر الى الديار الاوروبيه وبعد ذهب الى الاستكمال دراسته
في الجامعات الوطنيه. هذا الشيء اللي كيخليه ان فريق شباب الكنديدي ما عنده الجديد، فريق يمتلك مجموعه من المواهب الشابه تقريبا يتجاوز عدد الممارسين في هذا الفريق، تقريبا 100 ممارس في جميع الفئات العمريه للفريق الى جانب طبعا الفريق الاول. كنلعبوا جوج دقائق دائما تعادل الصفر لمثلي. مجموعه من الاخوان اللي كيتابعوا معنا هذا النقل المباشر، طبعا نتمنوا لكم فرجه ممتعه للاستكشاف معنا المواهب الشابه هنا بمنطقه الناضوره. لا لا قيمها قاسكا قيم السوال هنا نورمال مودي تحمي السوال زيدوها قنضي النظاوة معليش. خطأ لصالح فريق قدس العروي، غينفدو لاعب علي الصالحي لكن مشات الكرة للاعبي فريق شباب الكندي. إسلام كيمر كرة في الجهة اليمنى، هناك خطأ لصالح شباب الكندي. مصطفى هو اللي تحصل على الخطأ في وسط الميدان. طبعا الإخوان اللي كيتابعوا معنا البث المباشر يجب دعم لهاد الشباب هادو لممارسة الرياضة وممارسة كرة القدم بعيدا عن الكلام يعني اللي قد يؤثر يعني على معنويات هؤلاء الشباب اللي فضلوا الرياضه وفضلوا كره القدم على اهتمامات اخرى قد تضر بمستقبلهم وصحتهم. لذلك فممارسه فاي شخص كيفما كان واي نوع من الرياضه يمارسه يجب علينا ان ندعم ونشجع على ممارسة الرياضة. هناك يعني هناك دول يعني كتخسر أموال طائلة يعني من أجل تشجيع شبابها على ممارسة الرياضة، في حين يعني في الدول المتخلفة والدول النامية والدول السائرة نحو النمو يعني يعني ما عندهاش يعني لا ما عندهاش اي اهتمام بهذا المجال الرياضي، لكن يعني خصوصا على مستوى كرة القدم. تلعبت الكرة لصالح فريق شباب الكندي في الجهة اليسرى بوسط لاعب الماحي. الماحي كيمر كرة كيدخل الدفاع بعد الكرة التماس تماس لصالح فريق شباب الكندي. الماحي امين ولغين في التماس، الماحي كيرفع كرة طويلة في اتجاه معترك قدس العلوي. طبعا المباراة الثانية اللي غادي يخوضها شباب الكندي مع أندية العلوي بعد التعادل ديالو في الجولة الثانية مع رجاء العلوي بهدفين لمثلهما. فريق شباب الكندي كان متقدم بجوج زيرو قبل أن يعود فريق رجاء العلوي لتعديل النتيجة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي جوج لجوج. كانت مباراة صراحة مش ممتعة، مباراة كان عرفت مجموعة من الأهداف، أربعة أهداف في مباراة قسم أول عصبة. طبعا جول لاعبين، محاولة خطيرة لفريق شباب الكندي لافتتاح التسجيل في الجهة القجوعي. حسام ما وصلتش الكرة لياسين، قطع الدفاع دائما كرة لفريق شباب الكندي القجوعي حسام. مشات الكرة لفريق قدس العلوي بوسط زهير المسيح، ضاعت منه الكرة، استرجعوا لاعبي فريق شباب الكندي في وسط الميدان. شعت الكرة للدفاع مزياني محمد يلعب مع السقاط، السقاط لأدم، أدم في وسط الميدان هجمة يعني إخراج الكرة بطريقة جميلة لاعبي فريق شباب الكندي يعني
يعني هذا الشيء اللي يقدر انه يعطي واحد الاضافه لهؤلاء اللاعبين الشباب في المسيره الكرويه ديالهم، خصوصا ان جوج اللاعبين الفريقين يعني ما كيتجاوزوش 21 عام، ويعني بالطريقه وهناك خطا توقف المباراه اصابه احد لاعبي فريق شباب الكندي اللي كنتمنوا له السلامات كما قلت. كنشاهدوا الان طبيب فريق شباب الكندي محمد الحناوي ايضا الى جانب المهام ديالو كطبيب لفريق شباب الكندي او ممرض لفريق شباب الكندي، وسبق له كان ممرض لفريق الهلال الرياضي الناظوري في القسم الثاني واللي اليوم يسمى القسم الاحترافي الثاني انوي، وخدم تجربة مميزة مع فريق الهلال الناظور والآن مع فريق شباب الكندي، وأيضا إلى جانب كما قلت هذه خدمته للأندية الرياضية على المستوى الطبي فهو أيضا معلق رياضي رفقة طاقمنا في أسبورت ناظور، وغدا إن شاء الله ستلتقون معه ابتداء من الساعة الثالثة ومباراة الهلال الناظور واتحاد سيدي سليمان الشرعة قمة الجولة السادسة من بطولة القسم الاحترافي الثاني انوي. سيدات وغيكون معه طبعا الزميل محمد البشيري لإخراج هذه المواجهة، ايضا نفس طاقم محمد الحناوي ومحمد البشيري غادي ستلتقون معهم يوم الاحد ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، وقمة القسم الوطني هو اللي غتجمع فريق فتح الناظور بأولمبيك اليوسفية هنا على أرضية الملعب البلدي بالناظور. محاولة خطيرة لفريق قدس العلوي وسقاط في المكان المناسب، يتصدى للكرة مشات المزياني، مزياني غير الاتجاه في الجهة اليمنى، مشات الكرة العمراني عيسى معاه لاعب القجوعي حسام، العمراني عيسى مراوغة جميلة تدخل الدفاع يبعد الكرة للتماس، يعني كنشوفوا دائما الجديد في تشكيلة فريق شباب الكندي اليوم، كنشوفوا أن العمراني عيسى يعني لاعب شاب في الجهة اليمنى ولكن يقدم أداء محترم، مواهب شابة فريق الكندي واللي كيطعم مجموعة من الأندية المحلية وكيعطي الفرصة للاعبين الصغار ولاعبين الشباب من أجل ممارسة كرة القدم واكتساب المزيد من التجربة في مسيرتهم الكروية. وكما قلت المزياني محمد يبعد الكرة للتماس، كما قلت شباب الكندي يعني غني عن التعريف فكيف لا، وهو يعني عرف نتج مجموعة من الأسماء، فقط نتحدث عن ميمون الحمداوي وكاين اسماء اخرى اللي الان تمارس يعني الان في اكاديميه محمد السادس الرائده بالمغرب في مدينه الرباط، وكاين لاعبين في اكاديميه نهضه بركان ببركان، طبعا اكاديميه فريق النهضه البركانيه. هذا الشيء يعني اللي كيخلينا اننا نشجعوا هذا الفريق هذا ونعطيه واحد الاشعاع اعلامي نظرا للقيمه اللي كيستحقها هذا الفريق هذا وفق العمل اللي كيقدموه على مستوى مدينه الناظور. في هذه المباراه ايضا كنشاهدوا الزميل محمد البشيري ان هنا حضور لاعبات الهلال الرياضي الناظوري لكره القدم من اجل مسانده فريق اتحاد شباب الكندي. جمهور نقولوش عليه قليل لكن نقولو جمهور متوسط يحضر لمساندة الفريقين. مشات الكرة لفريق شباب الكندي، عبد السلام في الجهة اليسرى، عبد السلام التمريرة ولكن كتصطدم بأحد اللاعبين خطأ في التغطية، رجعت الكرة لفريق شباب الكندي، التمريرة ديال بوسلام أنوار في الجهة اليمنى كاد يعني القجوعي أو اللاعب العمراني عيسى
يخدع حارس مرمى قدس العلوي محمد الخواتري هذه اللقطه هذه. الكره خرجت 55 لصالح فريق قدس العلوي. دائما النتيجه تعادل 0 لمثليه. طبعا المتابعين الاعزاء يعني اللي كيتابعوا معنا هذا النقل المباشر يعني ما تبخلوش معنا بمشاركه هذا اللايف مع الاصدقاء ديالكم اللي عطى واحد الاشعاع لهذه المواجهه هذه وهذه المقابله هذه وهذا الفريق هذ الفريقين بجوج. يعني ما تبخلوش في التفاعل نتاعكم مع موقع سبورت ناظور وصفحة سبورت ناظور اللي كتنقل مجموعة من المباريات اللي كتهم منطقة ناظور والريف والجهة الشرقية. كرة لفريق العلوي المسيح يحط الكرة قدفة ولكن ما تمكنش منها. استعان لاعبي فريق شباب الكيدي بوسيطة ياسين. ياسين رجع بالكرة لماحي أمين. الماحي أمين التمريرة لعبد السلام. عبد السلام تمريرة جميلة لماحي أمين. مراوغة لياسين. كاش تسلل لكن يعني لاعبي فريق شباب الكندي سحب لهم فيها في هذه اللقطة تسلل. يعني اللي كيشاهد معنا هذا المباشر هذا يعني لا من العروي ولا من الجالية المغربية يعني عليكم السلام السي حليم السي محمد وعليت أحد أطر فريق شباب كيندي فريد الشويطار أيضا السي حسن ريفمان أيضا. واخا يعني خسرتي الهدرة احنا ما غاديش نعاملوك بالمثل. نرحب بك لمتابعة مباراة شباب الكيندي وقدس العلوي. أيضا السي ميد النجاري وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا. يعني شكرا دائما لكم على المتابعة. يعني ما تبخلوش علينا بمشاركة هذا النقل المباشر. أيضا غدا عندنا لقاء عندنا جوج المباشرات. الأول غيكون هنا بالملعب البلدي بين الناظور لجمع هلال الناظور لكرة القدم النسوية مع فريق سيدي سليمان الشرع ابتداء من الساعة الثالثة. المباراة هذه اللي في عجة إلى حضور جماهيري من أجل دعم الفريق الهلالي لمواصلة مسيرته الناجحة في بطولة القسم الاحترافية الثاني هذا الموسم. وأيضا ما نساوش مباراة شباب بني بوغفار واتحاد دريوش اللي غتجرى غدا على أرضية ملعب الشريف محمد مزغيان بأزغنغان ابتداء من الساعة الثالثة واللي طبعا غتحظى بمشاهدات كبيرة خصوصا على الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإلى حدود يعني اللحظة والمباريات المنقولة على سبورت ناظور. تبقى مباراة شباب بني بوغفار ووفاق الزغنغان هي الأعلى من حيث نسبة المشاهدة. ويعني ومع ذكر عبد العزيز تحياتي مع ذكر شباب بني بوغفار يعني من هذا المنبر هذا نوجه تعازينا الحارة للسيد كريم دحمان رئيس فريق شباب بني بوغفار في وفاة ابني أخيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا متابعينا الاعزاء الى جانب نقل مباراه قدس العروي وشباب الكيندي ايضا نقاش مفتوح في هذا اللايف هذا للحديث عن اخر تطورات الساحه الرياضيه الناظوريه ولا الساحه الرياضيه الجهويه ولا الوطنيه. طبعا اللي عنده شي سؤال او يعني في هذا الصدد فهاد الشق الرياضي بمدينة الناظور مرحبا بالأسئلة ديالكم أو تساؤلات ديالكم. سي جمال بالنسبة كما قلت إليك يعني برنامج المباريات التي ستنقل على سبورت ناظور يوم غدين وخطيرة لفريق قدس العروي بواسطة لعب فيصل المرابط. لكن كرة فيصل المرابط مشات محادية لمرمى يونس سقاط ضربة مرمى
كما قلت سي جمال، المباراة المنقولة شباب الكندي قدس العلوي اللي كتجرى الآن غدا شباب بني بوغفار اتحاد دريوش ابتداء من الساعة الثالثة مع الزميل معك محمد بن عمار، وأيضا مباراة هلال الناظور سيدي سليمان الشرعة ابتداء من الساعة الثالثة مع الزميل محمد الحنا ومحمد البشيري، ويوم الأحد مباراة فتح الناظور وأولمبيك اليوسفية ابتداء من الساعة الثالثة مع الزميل الحناوي محمد البشيري. هذا هو برنامج، ربما كون إذا كانت هناك مستجدات في خصوص هذا الموضوع هذا زميل جمال ستجد المعلومات على الموقع الإلكتروني sportnador.com وأيضا على صفحتكم sportnador الفيسبوكية. طبعا فقط للتذكير يعني للتفاعل يعني الأخبار الرياضية وجميلة، جميع الأخبار الرياضية تجدونها على موقعكم الإلكتروني www.sportnador.com. طبعا شكرا الزميل عز الدين، لك أيضا كل التوفيق في المسيرة ديالك كمصور صحفي لمجموعة من الفرق هنا بمنطقة الناظور، أي يعني إقليم الناظور. وعليكم السلام ورحمة الله بلال، إن شاء الله جميع التوفيق جميع الفرق، وإن شاء الله نديروا مجهودات للقنا الإمكانية لنقل مباراة الهلال الرياضي الناظوري وفريق وفاء وداد. خطأ لصالح شباب الكندي بعد تدخل على لعيبة السلام في الجهة اليسرى لفريق شباب الكندي. يعني محاولة لفريق شباب الكندي انتظار طبعا الأهداف. لعبوا 18 دقيقة تعادل 0 اللي مثل كما كتشاهدوا على الشاشة. بوسلام أنوار هو اللي غادي يلعب الخطأ. ها يا بوسلام يا أنوار تلعبت بشكل رائع، لكن جاء أحد لاعبين فريق شباب الكندي وضرب الكرة فوق المرمى مصاد المتر 50 لقدس العلو. طبعا اللاعب هو لاعب ياسين سيندومو هو اللي ضرب الكرة، استرجعوا لاعبين بشباب الكندي اللي عرفوا يعني عرفوا كيف يستروا على المباراة. سلام شعبد السلام، شعبد السلام خطيرة لفريق شباب الكندي قدفها ولكن فوق المرمى. البدري اسلام، البدري اسلام ضرب كرة فوق المرمى 5.50 دائما لفريق القدس الرياضي العروي. طبعا متابعينا الاعزاء كما قلت سبورت ناظور دائما تخصص مساحه اعلاميه للفرق الاقليم، هذه المره للكشف عن مستوى فريقي قدس العلوي وشباب الكندي وبطوله القسم الاول عصبه الشرق. ايضا هناك اهتمام ايضا بمباريات القسم الممتاز لعصبه الشرق ومباراه القويه اللي غتجمع فريق شباب يعني بوغفار وفريق اتحاد الدريوش مقابل اللي غتكون قمة الجولة الرابعة. فريق شباب بني بوغفار اللي قدم بداية استثنائية 7 نقاط في الصدارة بعد انتصارين وتعادل مع حسنية الناظور في يد الحارس محمد الخواتري. محمد كيرفع كرة طويلة
استرجعوا لاعبين شباب الكندي. طبعا فريق شباب الكندي لجن يعني الى يعني فريق يعاني بصمت يعني دون يعني عندوش اللي كنقولوا ما عندوش اللي يضرب عليها الا يضرب عليه ولا اللي يوقف مع هذا الفريق هذا. يعني هناك فقط مجهودات للمكتب المسير للفريق وايضا تضحيات هؤلاء الاطفال وهؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيان مع فريق شباب الكندي اللي طبعا الفريق الوحيد في المدينه في اللي يعني اللي كانت المنحه يعني اللي خصها له المجلس الجماعي لمدينه النضور. يعني اقل يعني فريق يعني تحصل على منحه. هناك جمعيات يعني تقدم نشاط او نشاطين في الموسم وخدوا يعني منحه عدد يعني المنحه كانت كبر من المنحه اللي كيشدها فريق شباب الكندي اللي كل اسبوع عنده عرس طبعا باربع فئات من فئات صغار فتيان وشبان وكبار ويعني وما تحتاجه يعني هذه الفئات هذو من مصارف وتضحيات من اجل اكمال البطوله بوجه مشرف. صراحة الكل استغرب يعني ما حدث في دورة أكتوبر و يعني علاش يعني فريق الكندي كان لماذا يعني فريق الكندي كان الاستثناء في توزيع المنح الفريق لما لا يعني ما خصوش ليه يعني مبلغ يعني يقدر يعاون الفريق في هذه البطولة ديال القسم الأول عصبة ولا في الفئات الصغرية. محاولة لفريق شباب الكندي تدخل الدفاع يعني بطريقة جميلة روغ عبد السلام الحارس ولكن القدفة ديالو جا الدفاع بعد الركنية لصالح فريق شباب الكندي. طبعا متابعينا الأعزاء كما قلت يعني شفنا يعني في توزيع المنح مجلس الجماعي لمدينة الناظور يعني أمور غريبة جدا يعني ما كناش كنتظروها من هذا المجلس هذا اللي مجلس شاب وكنا نأمل فيه يعني الخير في هذا الشق الرياضي. ولكن شفنا يعني أرقام يعني ومقارنات يعني وبعض الجمعيات اللي تقصوا يعني هذا الشيء كيطرح أكثر من علامة استفهام. وشفنا يعني ما قيل قبل الانتخابات أو ما قيل قبل يعني في الحملات الانتخابية ليس هو ما يحدث الآن في الواقع. حرمان هذا الفريق من منحة يعني قدر الإمكانيات بقدر المسؤولية اللي كياخذها على عاتق ديالو في بطولة القسم الأول عصبة وأيضا في بطولة الصفوة للفئات الصغرى وأيضا مجموعة كما قلت فريق عنده 100 ممارس وعنده فئات عمرية في جميع الفئات الصغار الكبار فتيان و شبان. يعني تصور عندك كل أسبوع أربع مباريات في جميع الفئات وبالرغم ذلك وصلنا الميساج للمسؤولين عن طريق سبورت ناظور. سبورت ناظور دائما كان يعني كيهضر على المشاكل ديال فريق شباب الكندي اللي كيعاني ولكن شفنا يعني أنه الدار العكس ربما شباب الكندي ما عندوش صديق في لكي يدافع عنه في هذا الصدد او في هذا الموضوع. لذلك فريق شباب الكندي خاص يغير من الاستراتيجيه ديالو يبدا بطريقه اخرى اذا بغى يكون عنده دعم ضخم في السنوات القادمه لان هكذا كتمشى الامور. يعني عيب يعني رأي شخصي تحمل المسؤولية ديالو فريق عنده كل أسبوع أربع فئات أربع فرق كتلعب البطولة يعني ياخذ منحة مثل جمعية تقدم نشاطا واحدا في الموسم.
لا اعرف يعني ما نقدرش انا ما عارفش يعني المعايير ولا الطريقه باش كيتوزع الدعم في المجلس البلدي، ولكن يعني عقلانيا وعاطفيا وكيف ما بغيتوا تسميوها فهذا الشيء غير معقول بالمره. هناك تسلل على اللاعب محمد غالي، حكام شوف هناك تسلل. طبعا يعني دائما في حديث عن المجالس المنتخبه اللي دائما كتشوف الرياضه يعني غير منتجه بالنسبه، لكن العكس صحيح، الرياضه هي قاتله للتنميه واخر، واكد ذلك السيد عامل اقليم الناظور سيد جمال الشعراني في لقاءاته مع رؤساء الجماعات المحليه باقليم الناظور، يعني وعاهم يعني قيمة الرياضة في الخرجة الأخيرة في الأسبوع الأخير من خلال بلاغ صحفي لعملات إقليم الناظور على أهمية الرياضة، وأكيد أكيد أكيد بعد يعني بعد ربما عامل إقليم الناظور جمال الشعراني غادي يحقق الحلم ديال الجماهير الناظورية بإخراج ملعب أولا لجماعة الناظور وثانيا ملعب لجماعة إعزان بعد طول الانتظار. نتمنى ان عميل الاقليم السيد جمال الشعراني يكون بعقليه رياضيه، بعد يعني شفنا ان المجالس المنتخبه دائما يعني كتقصي الرياضه وما كتعطيش اهتمام للرياضه في اقليم الناظور، ويعني نتمنى ان السيد عميل اقليم الناظور جمال الشعراني انه هو اللي غيشوف الرياضه وانه غيعطيها واحد الاهميه وتكون عندها واحد القيمه، وخصوصا فروق الاقليم باش ان شاء الله يوصلوا المسيره ديالهم. هو الهدف الاول، الهدف الاول لفريق شباب الكيندي، هدف جاء بطريقه جميله، مجهود كبير قام به طبعا اللاعب، انتظر يعني اللاعب العمراني عيسى، العمراني عيسى التمريرة ديالو طبعا اللاعب مصطفى اللي كيسجل الهدف الأول، طريقة جميلة العربي العمراني عيسى كينسلم الجهة اليمنى وكيمر التمريرة يضعها مصطفى في الشباك معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة 29. إذا 29 دقيقة دائما تقدم فريق شباب الكيندي بهدف مصطفى، دائما سيطرة لفريق شباب الكيندي، محاولة الهدف الثاني الثاني مصطفى تدخل دفاع، محاولة للهدف الثاني تدخل دفاع في آخر لحظة، سيطرة بالطول والعرض لفريق شباب الكيندي على مجريات المباراة، محاولة معتمرة وغجميلة نسيلة تدخل دفاع وخمسة المتر 50 لصالح فريق قدس العرب. يعني شاهدوا يعني متابعين الأعزاء مستوى فريق شباب الكيندي المحروم يعني الذي يعاني على المستوى المادي في تصريحات بعض أعضاء المكتب المسير وعلى رأسهم السيد جمال البعلولي، يعني اللي حس بواحد الحقرة يعني من التعامل ديال المجلس الجماعي لمدينة الناظور، يعني وكان الحلقة فريق شباب الكيندي وكان الحلقة الأضعف في توزيع المنح، طبعا هو يأمل خيرا في مجلس الإقليمي في السيد سعيد الرحموني في المنح ديال المجلس الإقليمي، هناك وعود أن غتكون عنده واحد المنحة من المجلس الإقليمي، يعني ربما آخر أجل يعني اللي صار في المنح غيكون يوم 25 نوفمبر، هناك أمل للمكتب المسير لشباب الكيندي في رئيس المجلس الإقليمي بعد يعني الحس يعني حس بالحقرة يعني يعني لما يعني عاود للحيثيات ديال كيف وقع داك الاجتماع يعني توزيع
الدعم للأندية، يعني المكتب المسير ولا فريق شباب الكندي ولا شباب ولا هاد الشباب هادو اللي طبعا أكيد أن هاد الشباب هادو لا ذنب لهم لا من قريب ولا من بعيد لحرمان فريقهم من هذه المنحة. وأكيد فهاد النقل المباشر غادي نخص وقت كبير لهاد توزيع المنح. لماذا يعني ما تكونش توزيع المنح بشكل عادل وفق معايير وفق يعني مع جميع الفرق؟ يعني ما خصناش نخافوا يعني من نهار نقسموا المنح يعني الفريق اللي ما عندوش اللي دافع عليه ولا الفريق اللي ما عندوش الجمهور اننا نستصغروا. خص يكون العدل، لان العدل هو الاهم من كل شيء. ويعني رغم يعني كنا كنشوفوا خير في هذا المجلس الجماعي، عندنا تما اصدقاء انا كاين لهم كل احترام، ولكن لما كتشوفوا انه يعني ما كاينش العدل في توزيع المينا وكاين الحقره من فريق الى اخر ومن جمعيه الى اخرى، وخصوصا هنا شفنا ان هناك الدعم، يعني داك الدعم هذاك يعني نورمالمون يتخص الانديه والجمعيات الرياضيه اللي كتبذل واحد المجهود كبير من اجل رفع اسم المدينه على المحافل طبعا الجهويه والوطنيه. يعني كنشوفوا كيف سيطر فريق شباب الكندي على المباراه، محاوله لمسيح تدخل العمراني او مزياني عفوا بشكل جيد يقطع الكره. يعني كما قلت متابعينا الاعزاء، الاشكال في توزيع منح الجماعه الناظور، يعني الاشكال اللي كنستغرب ان هناك يعني جميع يعني تقريبا كل اعضاء المجلس سواء من الاغلبيه او من المعارضه، يعني اشخاص يعني عندهم علاقه بالرياضه وخير، وما كنساوش رئيس المجلس البلدي السيد سليمان ازكواغ اللي ايضا هو رجل رياضي حقق نتائج كبيره مع فريق الهلال الرياضي الناظوري لكره اليد. اكيد ان فرقكم يعني فرق، كاين فرق اللي كتلعب في المستويات في اعلى مستويات، اكيد الدعم اللي غادي يكون مخصص لها ماشي بحال الدعم اللي غتخص الفرق في الفرق اللي كتلعب في العصبه. ولكن فريق شباب الكندي او فريق شباب حسنيه الناظور او فرق العصبه الشرق كلها كتمثل الناظور وكتعتمد على الفئات الصغرى وكتعتمد على التكوين. راه الا جينا نديروا عمليه حسابيه راه الفرق اللي هي اللي كتنشط لنا شويه المدينه على مستوى كره القدم، يعني ما كتجيبش اللاعبين من برا وكتعتمد فقط على اللاعبين ابناء الناظور. الا جينا الفرق اللي كتساهم شويه في التنميه وفي التكوين راه هما الفرق فريقين بجوج، يعني ما خصناش نكذبوا على راسنا. المسيح تمريرة تعادل المسيح تمريرة جميلة، فيصل المرابط يمكن هو اللي سجل هدف تعادل، نعم هدف تعادل في الدقيقة 34 من عمر الجولة الأولى، 1-1 بين الفريقين. طبعا بزاف ديال الجماهير ولا بزاف الناس يعني كتعرفش القيمه ديال فرق مثلا كشباب الكيندي حسنيه الناظور وفاق زغنغان وشباب بني بوغافار في الدور اللي كتلعبوا على المستوى يعني الانتاج على المستوى مجموعه من المواهب اليوم اللي كيستعنوا بهم الفرق المحليه اللي كتلعب في الهوات، يعني باش على الاقل يعني الفرق يعني يعني لولا هذه الفرق هذا ما كانش ما غاديش يكون عندنا لاعب محلي. لذلك خصنا نعرفوا الهدف القيمه من كره القدم والهدف
والهدف من كرة القدم، كرة القدم ليس هي أنك تمشي تجيب 24 لاعب من خارج الإقليم وأنت صافي لعبتي البطولة وكملتي وجبتي الخامس ولا السادس في البطولة. كرة القدم راه مشروع رياضي، عنده مجموعة من الضوابط، عنده مجموعة من الأهداف، خصوصا في التكوين، خصوصا في التنمية. يعني كرة القدم خاصة تفهم بالشكل الصحيح، ليس كرة القدم أنك تجي تدير فرقة تجيب لاعبين من خارج الإقليم وتنشط البطولة. أكيد ملي كنهضروا على كرة القدم، نعم هناك خلل في المجال ديال التكوين. إلى استنينا فاروق وفاق زغنغان وفاروق حسنية الناظور وفريق شباب الكندي، اللي كنتمنوا ان جميع الفرق انها تخوض هذا الميدان، المجال ديال التكوين القاعدي. وكنتمنوا يعني ان مستقبلا تكون ملاعب من اجل انجاح هذه العمليه. هذه مشات الكره لفريق شباب الكندي بواسطه لاعب مصطفى، هناك خطا على مشارف مربع العمليات لصالح فريق شباب الكندي. يعني اللي عنده شي تساؤل متابعينا الاعزاء يعني يدخل معنا، نطرح معنا اسئله، نكون هناك نقاش مفتوح في هذا، نستغلوا هذا اللايف المباشر من اجل نكونوا واضحين، نكونوا صرحاء مع بعضياتنا. فريق شباب الكندي فريق حلقه اضعف، هذاك الشيء علاش دارت له منحه 10 مليون سنتيم، اقل من يعني بعض الفرق اللي كتخدم في الثقافه او في التنميه واللي كدير نشاط واحد في الموسم. يعني نكونوا صرحاء بحرقه ونقولها يعني جميعا، هذه يعني حقره لفريق شباب الكندي انك تعطيه من حد 10 ملايين سنتيم في افق تعطي الجمعيه كدير نشاط واحد، وداك النشاط يمكن يعني كاع ما كديروش بالمنحه ديال المجلس. ولكن المجلس عنده طبعا عنده يعني النظره ديالو، عنده الاستراتيجيه ديالو، عنده طبعا الطريقه ديالو في توزيع هذا المنح، ما غاديش ندخلوا فيها. ولكن اللي كنصح يعني كنشوفوا ان خاصنا يعني يعني كيفاش نقيموا هذه المرحله ويكون هناك واحد العدل بين الجميع. نحن مدينه وحده، فرق يعني لا فرق ولا جمعيات تمثل المدينه، لذلك يخص يكون العدل باش كل واحد يشوف بلاصتو في المكان اللي كيستحقه. خطا لصالح فريق شباب الكندي، هناك مرتده لفريق قدس العلوي، ضربات الكره في الحكم وقف المباراه. تحيه السي سمير حد مشجعي فريق الهلال الرياضي الناظوري، ما عرفتش هناك انباء السي سمير انك محتمل تدخل مكتب المسير ديال فريق الهلال الرياضي الناظوري، ولكن تبقى انباء فقط في انتظار طبعا الاعلان لائحه المكتب المسير لفريق الهلال الرياضي الناظوري لموسم 2024 2025. طبعا اللي كيشاهد معنا هذا اللايف هذا من اي مدينه ومن اي بلد مرحبا به، يعني اللي يتفاعل معنا نعرفوا يعني الاهتمام ديال الجماهير الناظوريه منين كتابع الهموم ومشاكل الانديه المحليه. الركنيه لفريق شباب الكندي في التنفيذ ياسين، ياسين هو اللي غيلعب الركنيه، تقطعات بوسطه الدفاع مشات للتماس، تماس دائما لصالح فريق شباب الكندي. كره داخل المعترك تبعد من الدفاع، نشوف تقريبا الفريق شباب الكندي بكل لاعبيه في المنطقه ديال فريق القدس اللي كيلعب على الهجمات المرتده. مزياني كيدخل وكيبعد الكره، تضى ليها تسقع تيونس ما خلاش تخرج الركنيه. سقط يونس، سقط يلعب كره مع مزياني طريقة جميلة باش خرجوا اللاعبين فريق شباب الكندي الكرة. مشات الكرة وسط الميدان، بوسلام أنوار
ياسين طريقة جميلة التمويه بوسط لاعب ياسين والتمريرة تقطع دائما كرة خطيرة لفريق شباب الكندي. عيسى كيطلب الكرة ومصطفى مشات لمصطفى مصطفى مراوغة جميلة التمريرة داخل معترك خطيرة خطيرة تدخل الدفاع يعني بطريقة جميلة. شفنا التمريرة ديال لاعب مصطفى مصطفى عنده الكرة مراوغة مشى مصطفى دخل من جهة اليسرى مصطفى التمريرة تدخل الدفاع هناك خطأ نعم صالح فريق قدس العروي. شفنا الطريقة ممتعة يعني هذا الشيء اللي كي يعني ما كيلعبوش بالضغط الفريقين هذا الشيء خليهم مره بعد فين بين الفينا والاخرى يقدموا لوحات كرويه ممتعه هنا بين ملعب البلدي بين النهض. جماهير متوسطه حضرت لمشاهده هذه المقابله. طبعا متابعينا الاعزاء دائما في يعني في المشاكل ديال المجالس المنتخبه وال يعني وكارثه هذا الملعب هذا الملعب البلدي بالناظور. طبعا خمسه ديال الفرق في المدينه الى جينا شباب الكندي حسنيه الناظور فتح الناظور هلال الناظور وفريق الهلال الرياضي الناظوري النسوي خمسه ديال الفرق الى جانب ما نساوش الفئات الصغرى خمسة ديال الفرق اللي كتلعب في هذا الملعب هذا يعني ربما الى ستة ديال الفرق هناك فريق اخر نسوي يلعب على ارضية الملعب البلدي بالناظور يعني ستة ديال الفرق هي اللي كتستغل الارضية ديال الملعب البلدي بالناظور يعني هذا الشيء يعني غادي يبقى وصمة عار في تاريخ المجالس المنتخبة اللي ما قدرتش انها تخرج ملعب آخر لحيز الوجود من أجل طبعا يعني التخفيف العبء على هذا الملعب البلدي وربما لو كان يعني دار ملعب بمواصفات أن تقسم الفرق يعني فرق العصبة تبقى في هذا الملعب البلدي بالناظور والفرق اللي كتلعب على مستوى أعلى تلعب في الملعب الجديد ولكن يعني عامل صاحب الجلالة بعمالة ناظور غادي يقدم دروس لهذه المجالس المنتخبة في قيمة الرياضة اللي كتعتبر خطيرة في التنمية على مستوى المدن المغربية الأخرى خير دليل نهضة يعني الفريق النهضة البركانية وما يقدمه للكرة المحلية والجهوية والوطنية. محاولة لفريق شباب الكندي من أجل إضافة ثاني ضاعت الكرة استرجعوا لاعبي قدس العروي كما قلت اعتذرت لهذه المجالس المنتخبه في هذا الاسبوع الاخير ان هناك مشروع ملعب بجماعه عزان بعد طول انتظار والنضال اللي خاضته الساكنه في هذا الشان هذا والنضال اللي خاضه طبعا فريق شباب بني بوغفر بقياده طبعا الرئيس ديالو كريم دحمان ولا المكتب المسير من اجل يعني اخراج هذا المشروع هذا مشروع ملعب جماعه بني بوغفار اللي حيز الوجود وشفنا المعاناه الكبيره اللي كيعانيها فريق شباب بني بوغفار كل اسبوع عنده ديبلاسمون كل تدريب عنده ديبلاسمون باش يبقى هذا الفريق وما يموتش ولكن اكيد ان الرؤيه ديال السيد جمال الشعراني اكيد ستكون ان شاء الله ثمرة من أجل طبعا إسعاد الجماهير البويفارية وأيضا هناك حديث في بلاغ صحفي لعملة قليم الناظور عن الحديث عن إنجاز ملعب رياضي كبير هنا بجماعة الناظور ذلك ما نتمناه في أقرب وقت وذلك تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد خصوصا في الرسالة الملكية حول الرياضة اللي كتحث المسؤولين أنهم يوقفوا في هذا المجال هذا في تنمية الرياضة وفي تنمية كرة القدم يعني الكرة القدم ولا الرياضة هي آخر شيء يعني كيفكروا فيه المنتخبين
ولكن اكيد ان يعني التوجه ديال المغرب مستقبلا غادي يفرض عليهم انهم يمشيو حتى هما في هذا التوجه ديال المملكه في الجانب في الشق الرياضي. المغرب مقبل كما يعلم الجميع على استضافه كاس افريقيا للامم 2025 وايضا استضافه كاس العالم بشراكه مع اسبانيا والبرتغال 2030. كنتمنوا يعني التوفيق لوطننا الحبيب في هاد التظاهرتين الكبريتين، وايضا خص انخراط الجميع من الان في هذا الموضوع. متابعينا الاعزاء، كنلعبوا 46 دقيقه من عمر الجوله الاولى، دائما تعادل هدف لمثله. إذن في الأثناء نهاية الجولة الأولى، ابقوا معنا بداية الجولة الثانية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء أينما كنتم، نجدد بكم الترحاب في الجولة الثانية من مباراة شباب الكندي وقدس العروي. الجولة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبك. لعبت الكره لصالح فريق شباب الكندي في الجهه اليمنى، رفعت الكره داخل المعترك، ارتطمت بحد المدافعين، مشات سهله في يد الحارس محمد الخواطري. تذكير فقط بتشكيله الفريقين، فريق شباب الكندي دخل بالتشكيله التاليه: السقاط، يونس مزياني، محمد، ادم المحي، امين العمراني، عيسى بوسلام، انوار البدري، اسلام دومو، ياسين عبد السلام، مصطفى القجوعي، حسام. بالنسبة للقدس العروي فهو دخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى محمد الخواتري، علي الصالحي، فيصل المرابط، فيصل طيبي، سفيان بولهمث، أيوب بدو، حمزة برغو، زايد برشاق، جينيكو، محمد غالي، زهير المسيح، عميد الفريق. يلا يا عزي ميمون، مجموعة من الشخصيات الحاضرة إلى جانب بعض لاعبات فريق الهلال الرياضي النضور لكرة القدم سيدات. أيضا نجد هنا رئيس الفريق هلال النضور طارق هرواش ومدرب الفريق الحفصاوي الى جانب الفاعله الرياضيه بمدينه النضور السيد ميمون مازوز، دون ان ننسى بعض الفعاليات الرياضيه بالعروي على راسهم حميد مورينو. المباراة اللي كتجرى في جو غائم، يعني في انتظار طبعا نشوفوا تساقطات مطارية إن شاء الله وما أحوجها في مدينة وما أحوجنا لها في مدينة النضور. لاعبين طبعا الفريقين، محاولة المسيح كيقطع الدفاع. ركنية لفريق القدس العروي اللي محاولة في اخر لحظة كيدخل دفاع يبعد الكرة، هناك خطأ لصالح فريق شباب الكندي.
ايضا يحضر في هذه المباراه نجم فريق فتح الرياضي الناظوري سليمان السقلي. تدخل الدفاع امام اللاعب مصطفى فريق شباب الكندي اللي كيبحث في هذه المباراه لاول انتصار له هذا الموسم في بطوله القسم الاول عصبه الشرق. تلعبات الكره في الجهه اليمنى كيطلبها العمراني عيسى ما وصلتوش الكره خرجت التماس عمراني عيسى هو اللي غيتلعب التماس. شوفوا تقدم لاعبي فريق شباب الكندي مصطفى حاول التغطية على الكره خرجت الكره الركنيه لصالح شباب الكندي. فقط متابعينا الاعزاء اللي كيتابعونا في هذا اللايف هذا ما يعني لا باس يعني تكتبوا لينا منين كتفرجوا فينا هذا في هذا اللايف المباشر من اي مدينه او اي بلد تتابعونا على على موقع سبورت ناظور. لعبات الركنيه لفريق شباب الكندي ترجع الدفاع بعد التماس دائما لفريق شباب الكندي تلعب التماس في العمق اتجاه اللاعب مصطفى كيلعب الكره بطريقه جميله مصطفى لكن مشات للدفاع اللي كيبعدها التماس. تماس لفريق شباب الكندي. لعبات الكره قشعي داخل المعترك تكتل دفاعي للاعبي فريق القدس العلوي اللي كيبعدوا الكره. شوفوا ان الكره كتلعب في النصف ديال فريق قدس العلوي اللي كيحاول انه يغطي المنطقه ديالو يلعب على الهجمات المرتده. كره لفريق شباب الكندي ضاعت الكره مشات في وسط الميدان للاعبي فريق قدس العلوي بواسطه اللاعب حمزه برغو. حمزه غيلعب الكره مع زياد قطعها الدفاع وسط لاعب ادم شاط الكره لاعب ادم شنو يعمل غير يرفع كره طويله في اتجاه مصطفى شنو يعمل مصطفى معه احد لاعبين كيدخل وكيبعد الكره التماس اصطدمت مصطفى تماس لصالح فريق قدس العلوي. مباراه اللي كتعرف واحد النديه بين الفريقين استرجعوا لاعبي الشباب الكندي قطفه سهله في الحارس محمد الخواتري. محمد مراوغه مغامره من محمد الخواتري شات الكره للاعبي فريق شباب الكندي عبد السلام كيمتاز بالمراوغه عبد السلام شغي يعمل غير يرفع كره طويله داخل معترك خطيره لفريق شباب الكندي من اجل اضافه الهدف الثاني كيدخل الدفاع برغو حمزه هو اللي كيبعد الكره مشات عند لاعب سفيان بولهمث خطا لفريق شباب الكندي نعم خطا قرار صحيح من الحكم. طبعا متابعينا الاعزاء من اجل التفاعل من اجل طبعا التعرف على الجماهير اللي كتابع سبورت ناظور اللي كيتابعنا في هذا المباشر هذا يكتب لنا من اي بلد ومن اي مدينه يتابعنا عبر هذا المباشر للتعريف يعني طبعا بالبلدان واللي كيتابعونا منها طبعا ابناء الناظور هم سفراء حول العالم في اي مدينه في العالم تلقى فيها ابناء الناظور يعني هم غيره طبعا دائما على المدينه ديالهم.
طبعا متابعينا الاعزاء يعني كنستقبلوا شي اخبار وشي اشاعات على المستوى الوطني، على المستوى الوطني وليس على المستوى المحلي او الجهوي، على مستوى المنتخبات الوطنيه. يعني بعد الاعلان وليد الركراكي على اللائحه الاخيره للاسود واستبعاد حكيم زياش و ومجموعه من اللاعبين الشباب اللي كينتظروا الفرصه ديالهم كصهيب درويش وزكريا الوهدي احد نجوم المنتخب الوطني المغربي الاولمبي، نبقاو مع هذه المحاوله الخطيره لفريق شباب الكندي، لكن اصطدمت باحد اللاعبين مشات في الجهه اليسرى عند عبد السلام، هناك تسلل. كما قلت بعد اعلان الوليد الركراكي اللائحه واللي اثارت يعني مجموعه من التساؤلات ومجموعه من علامات الاستفهام بعد الاقصاء ديالو لمجموعه من المواهب اللي كنا كنتمنوا انهم يختاروا القميص المنتخب الوطني المغربي، يعني بعد التالق ديالو كما قلت زكريا الوحدي ابن مدينه الناظور ابن قبيله يتشيشار، يعني هناك شائعات ان المدرب بلجيكا يعني اخبر المقربين من اللاعب انه سيتم المناداه عليه لحمل المنتخب البلجيكي في الاستحقاقات القادمه، وهناك يعني حديث عن تغييره للجنسيه الرياضيه المغربيه الى الجنسيه البلجيكيه بعد الاستياء ديالو بعد الغضب ديالو من عدم استدعائه المره الثانيه من طرف وليد الركراكي اللي وصفه البعض بمدرب الحب والحنان. يعني استرجع مجموعه من اللاعبين لمستوى ديالهم جد عادي مع يعني الامكانيات اللي كيمتاز بها الوهد وما قدمه في ألعاب الأولمبية وما يقدمه رفقة فريقه جينك في الدوري البلجيكي. كل استغرب والآن هذا الشيء اللي ما كناش كنتوقعه، هذا الشيء اللي ما كناش بغينا نوقعه فيه، أنه يعني منتخب البلجيكي يدخل على الخط ويستغل هذه الظرفية. كما أيضا هناك حديث عن تغيير الجنسية الرياضية للاعب صهيب درويش ابن ايضا اقليم الناظور من بالضبط من زيو، هذا اللاعب هذا ايضا مقربين قال ان هناك رغبه في حسب مصادر غير طبعا مصادر الى حدود اللحظه غير موثوقه، كتبقى فقط شائعات تنقل على مستوى بعض الوسائل الاعلام الاوروبيه ان صهيب درويش بغى يغير حتى هو الجنسيه ديالو للجنسيه الهولنديه، ويعني يعني الركراكي قد يسبب للجامعه الملكيه المغربيه اوجاعا كبيره في المستقبل القريب بعد المجهودات اللي قام بها السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع باقناع مجموعه من المواهب الكرويه اللي كتلعب على المستوى الاوروبي خصوصا في بلجيكا وهولندا من اجل حمل قميص المنتخب الوطني المغربي. كنشوفوا ان وليد الركراكي بغى يضرب هذا العمل في الزيرو ويفضي اللاعبين، يعني كيدير لهم الخاطر، لاعبين مغمورين، لاعبين كيلعبوا يعني لجينا الصراحه لاعب المنتخب لاعب البطوله ليس له مكان في المنتخب الوطني المغربي في الوقت الحالي بحكم اللاعبين اللي عندنا على المستوى الاوروبي من تينة اللاعب زكريا الوادي اللي تالق في كاس افريقيا لاقل من 23 سنه وتالق مع المغرب وصل مع النصف النهائي في كاس في الالعاب الاولمبيه، وجب مجموعه من الفرق القويه كالارجنتين وايضا ما نسوش التالق ديالو في المباراه نصف النهائي امام اسبانيا. يعني كنستغربوا هذا الاقصاء، ما نسوش الوزاني ايضا من تينة المهاجمين الكبار اللي كيلعب مع براغا اللي كيتالق، ولكن كنشوف ان الركراكي يتجه الى سياسه اخرى في في في, في لائحته. وايضا استغرب جميعا عدم استدعاء حكيم زياش، ربما اكيد ان اللاعب كيلعب دقائق قليله مع فريق ديالو قالت ولكن كان من المحتمل انه ينادي عليه يعني ريثما يستعد المستوى ديالو بحكم القيمه ديال حكيم زياش رفقه المنتخب المغربي الاول، رغم انه ما كيقدمش الى زياش مهما كان سيء مع فريقه فمع المنتخب يكون افضل. كما قلت الاحداث التفاعل الاخير لبعض اللاعبين المحترفين بهولندا وبلجيكا واللي هو تدخل هذا المنتخب هذه الاتحادات بجوج على الخط لاستغلال هذا عدم الاستدعاء لهذه المواهب هذو للتشويش على عمل اللي كتقوم به الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. كنشوفوا ان في هولندا يعني بعد التعاقد مع عادل رمزي
المنتخب الوطني المغربي غادي يلقى صعوبات كبيره في اقناع النجوم اللي كانت تنشط بهاد البطوله هذه البطوله الهولنديه. إذن على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إيجاد الحلول قبل فوات الأوان، خصوصا أننا غادي نحتاج المواهب من هذ البلدين من البطولة البلجيكية ومن البطولة الهولندية، وإن استمرت الأمور على ما هي عليه يعني يبقى الركراكي يعني غيستمر كمدرب يعني كما وصفه المغاربة بمدرب الحب والحنان، فقد نضيع في مواهب كروية كبيرة قادمة في سماء الكرة الأوروبية. شفنا أيضا يعني تفاعل الإعلام المغربي الأمس يعني مع اللائحة واستغربوا، وكانت هناك مجموعة من ردود الأفعال، وكان هناك يعني استياء من رجال الإعلام الرياضي بالمغرب من هذه اللائحة اللي استثنت مجموعة من اللاعبين اللي تألقوا بشكل لافت في أخير يعني في هذا الشهر الأخير، على رأسهم طبعا سليم أملاح رأسية ديال لاعب شباب الكندي حسام القجوعي، لكن الكرة مشات محادية على المرمى وصاد المتر 50 محمد الخواتري. اللعب دائما متابعينا الأعزاء 16 دقيقة تعادل هدف في كل شبك. كرة لفريق شباب الكندي دائما فصلت الميدان السيطرة كما قلت بالطول والعرض على أرضية الملعب، محاولة دائما خطورة كتجي من أقدام لاعبي فريق شباب الكندي، محاولة للثانية تدخل الدفاع أمام أقدام لاعب مصطفى. يعني فريق شباب الكندي فقط يحتاج إلى النجاعة الهجومية لترجمة الفرص إلى أهداف، بعدما شفنا أن الفريق يعني سيطر على المجريات هذه الجولة الثانية وكانت تلعب الكرة في النصف الثاني ديال فريق قدس العلوي. التمريرة دخول الدفاع خطيرة، الإبعاد الرأسية ديال عميد فريق شباب الكندي اللاعب حسام القجوعي مشات فوق المرمى 55 لفريق قدس العلوي. طبعا متابعينا الاعزاء يعني فقط سؤال، ما رأيكم في منحة شباب الكندي اللي من المجلس الجماعي المقدرة بعشرات الملايين سنتيم، يعني أقل من بعض يعني الجمعيات اللي كدير أنشطة ثقافية مرة في السنة، يعني هل يعني هذه المنحة عادلة لفريق كيلعب بجميع الفئات ديالو العمرية؟ تحية لسي سمير من مدينة الدار البيضاء اللي دائما غيور، دائما له غيرة، له حرقة على الرياضة بمدينة الناظور، كيف لا وهو من أبرز محبي فريق الهلال الرياضي الناظوري. بالنسبة طبعا كما قلت تبع التواصل ديالي مع المكتب المسير لشباب الكندي، المكتب المسير ولا اللاعبين حسوا بواحد الحقرة كبيرة من المعاملة الغير العادلة من المجلس الجماعي للناظوري، المجلس الجماعي لمدينة الناظور في توزيع المنح، وكأن يعني شباب الكندي الاستثناء الوحيد اللي يعني اللي ما تعطاتلوش القيمة ديالو في التوزيع ديال المنح، وهذا الشيء اللي أثار مجموعة من علامات الاستفهام. يعني فريق يمارس في البطولة بجميع الفئات وفي الأخير يتم عدم احترام العمل اللي كيقوم به هذا الفريق هذا في المنحة المخصصة للأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية بجماعة الناظور. أكيد أن المنح عرفات استغراب كبير من
فعاليات المجتمع المدني بمدينة النضور. هناك يعني اللي شاف أن توزيع المنح بمدينة النضور كان توزيعا غير عادل. هناك أنباء أن عميل إقليم النضور ربما لن يؤشر على بعض منح بعض الجمعيات. وكنتمنى أن عميل إقليم النضور السيد جمال الشعراني يدخل في هذا الشأن هذا وهذا الخصوص هذا من أجل إيقاف يعني هذا العفث هذا العبث هذا ومن أجل الحفاظ على المال العمومي. محاولة لفريق شباب لكن داخل المعترك العمليات قد هدف هدف لكن الحكم هدف ربما يسبق ضربة جزاء. يعني هناك خص يخلي الأفضلية حكم ربما اخطأ في التقدير ديالو لهذه اللقطة. هذه هدف ملغى والعودة إلى ضربة جزاء. يعني شباب الكندي يتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 21 من عمر الجولة الثانية والدقيقة 66 من عمر المباراة. سي محمد طبعا شكرا على التفاعل ديالك في هذا الموضوع. هذا المينيو كاد يخسروا عليه 8 مليون يعني جونيور وسنيور خاص يطلبوا باش يطلبوا باش يكملوا الموسم. اكيد ان الاصدقاء يعني الدعم يعني اكيد يعني هناك مجهودات فقط. اكيد ان الفريق ما غاديش يتوقف والمسيره والغيورين على هذا الفريق ما غاديش يعني يوقفوا الغيره ديالهم على الفريق. نبقوا مع ضربة الجزاء ونرجعوا للموضوع ديالنا الرئيسي هو توزيع المنح في دورة اكتوبر على فرق النضور. مصطفى التصدي ديال الحارس محمد الخواطري ربما الحكم هنا كان عليه يخلي الافضليه ولكن حرم شباب الكندي من هدف بالعوده لضربه الجزاء. عدم يعني ترك الافضليات لعبات الركنيه خطيره دائما لفريق شباب الكندي. تدخل حكم يعلن عن خطا. الحناوي دخل للإسعاف بكل روح رياضية. برافو الحناوي هذا التصرف اللي قدم عليه محمد الحناوي بكل روح رياضية مشى لإسعاف لاعب فريق القدس العروي. هذا الشيء معروف على اللاعب محمد الحناوي الممرض محمد الحناوي طبعا أحد معلقي قناة سبورت ناظور اللي كان افتخروا التواجد ديالو معنا في هذه القناه. كما قلت السي محمد يعني في هذا الموضوع هذا 10 مليون وعندك انت الفريق الوحيد والفريق الوحيد والفريق الى جانب وفاق زغنغان وحسنيه النضور وشباب بني بوغفار اللي كيعتمد على التكوين يعني 10 مليون كتلعب كل اسبوع اربع مباريات عندك تقريبا الى حدود 16 مباراة او 15 مباراة لكل فئة وحيد منها فاضي غير الحساب دير لها مثلا غير التنقل بلا ما تحسب شي حاجة اخرى تنقل فقط. هاد المنحة غير كافية وفي نفس الوقت المجلس البلدي خصص منح الجمعيات كدير نشاط في السنة نفس وداك النشاط يعني داك المنحة تعطات اكثر من هاد الفريق اللي كي عنده عرس كل اسبوع وإضافة إلى التدريب ومجموعة من المصاريف. وهذا الشيء راه السي محمد راه ما غاديش يحتاج نشرحوه لأعضاء المجلس البلدي حيث أصلا هما كانوا رؤساء ومسيرين فرق ديال إقليم النضور كيعرفوا هذا الشيء يعني لا داعي للنقاش. فقط اللي كان السي محمد باش ما نكونوش ما نكذبوش على راسنا هو هذا الفريق تحقر حيث ما عندوش اللي دافع عليه في المجلس البلدي. وشفنا في المنح راه مشيتي شفتي لوائح المنح الموزعه راه غتلقى كل واحد ضرب على الجمعيه ديالو ولا على الفرقه ديالو. راه هذا الشيء راه ما غاديش نخافوا منه غادي نقولوه بكل حقيقه بكل مصداقيه. وكنتمنوا من عامل اقليم النضور السيد جمال الشعراني انه يوقف هذه المزالات وما اشرش على هذه المنح هذه الى الى أجا الى حيث حتى الدار حتى الدار فيهم طبعا المصداقيه والشفافية وتكون منح عادلة وفق معايير قانونية محترمة.
صراحة أنا يعني كان هناك استياء بعد الدورة ديال أكتوبر، يعني ما كناش كنتوقعوا أن مجلس شاب كنا نثق فيه كثيرا يعني يدير مثل هذه يعني من توزيع يوزع المنع بهذا الشكل هذا، ويعني الشيء اللي كيخلينا دائما يعني نكافعوا في سبورت نادور مع الأندية الرياضية والكروية اللي دائما تحتاج إلى دعم مهم على غرار الجمعيات الأخرى، لأنها عندها دائما كما قلت مصاريف كبيرة من أجل يعني خوض البطولات. لكن رغم يعني الثقة اللي فقدها الجمهور في المجالس المنتخبة، ولكن عامل إقليم أناضور سي جمال الشعراني في هذا الأسبوع الأخير أعاد الثقة للجماهير الكروية، خصوصا الجماهير الكروية بمدينة أناضور وجماعة إعزانن، أن هناك غادي يكون هناك واحد اهتمام خاص للرياضة بمدينة أناضور، وهذا الشيء اللي طبعا أسعد الجماهير هنا بإقليم أناضور. يعني طبعا السيد جمال الشعراني الاهتمام ديالو بالرياضة جاء بعد مجموعة من العمال اللي دازوا مدينة أناضور، يعني معطوش واحد الشأن كبير للرياضة، ولكن السيد جمال الشعراني أكيد غينخارت في هذا المجال الرياضي، وغادي يكون الدعم ديالو، لأن إلا انتظرنا من الجماعات أو من المجالس فأكيد لن تتغير الأمور وستبقى على حالها. أكيد الثقة الكاملة في السيد جمال الشعراني عامل إقليم أناضور من أجل تصحيح الأوضاع، خصوصا أن المملكة المغربية خصوصا أن وطننا الحبيب مقبل على مجموعة من التظاهرات الدولية كتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وأكيد تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية حول الرياضة. ايضا ما السي محمد النجاري اكيد حتى بويا فار، يعني الشباب الكندي على الاقل تحصل على رغم ان هناك يعني رغم ان المسؤولين ديال الفريق حسوا بالحقره وحسوا انهم الاستثناء في جماعه الناظور وان ما عندهمش حد يدافع عليهم، ولكن الى جينا عاود نهضروا على شباب بني بوغفار فكارثه عظمى ان الفريق ما عندوش منحه. اذا تغيير اضطراري، خروج الحارس محمد الخواطري للاصابه كنت منه للسلامات، وسنجاري نعم صراحه كارثه، ولكن لا خوف على شباب بني بوغفار بوجود عامل اقليم الناظور جمال الشعراني، اكيد انه غادي يوقف على خصوصا على المشكل الملعب اللي عانت منه هذه المنطقه هذه، وغدا ان شاء الله في مباراه شباب بني بوغفار واتحاد دروش سنتحدث عن هذا الموضوع. اليوم نخصص هذا النقاش فقط لشباب الكندي الذي يعاني ويعاني في القسم الاول، هو يعني النادي كان عنده الطموح انه يلعب، قال يعني للرئيس الفريق والمكتب المسير لو ان المنحه تعدت فقط 15 مليون سنتيم كنا سنلعب من اجل الصعود الى القسم الممتاز عصبه، واضافه الى عندنا فريق في قسم الصفوه لاقل من 15 سنه، وفريق في يماري وفريق هو يلعب في تيان اقل من 15 سنه في بطوله العصبه الجهويه، الى جانب فريق الشبان وفريق الصغار. يعني قال لك المنحه انه
غادي تصعب من الماموريه ديال الفريق ومن العمل ديال المكتب المسير. يعني الان الرساله ديالهم ربما واضحه ومباشره الى السيد عميل اقليم الناظور اللي غيدخل يعني من اجل انصاف جميع الفرق واللي يستاهل شي حاجه ياخذها ويكون داك التقسيم يكون تقسيم بالعدل. لان من الدعم العمومي يعني ما خصناش نفكروا انه مال ديال شي واحد. هذاك الدعم العمومي للشباب وابناء الناظور بجميع تلاوين الفرق اللي كتلعب في الاقليم، سواء كان داك السيد يعني صوت عليا ولا ما صوتش عليا، انا غنخدم الشباب ونخدم ابناء الاقليم. ما نفكرش بديك الطريقه الباليه انه صوتي عليا نعاونك ما صوتيش عليا ما نعاونك. ما بقاش هذاك الفكر خاص يتحيد في المغرب. المغرب مقبل على مجموعه من التظاهرات وخاص يعرفوا هاد المسؤولين هادو هاد اللي راه عندهم فرق وكيعرفوا حتى الرياضه شنو القيمه ديال الرياضه. اكيد ان الفراقي ديالكم حتى هي خاصها دعم وخاصها مناح وخاصها تشجيع، وايضا ما تقصيوش بعضياتكم تبقاو تكونوا اون جروب وتساهموا في الانطلاقه الرياضيه الحقيقيه لجماعه الناظور. سقط يونس يبعد الكره، كنلعبوا 70 دقيقة تقريبا، دائما تعادل ايجابي، هدف في كل شبكة. شباب الكندي يضيع ضربة جزاء، كان قريب من حسم هذه المباراة لصالحه، لكن شباب الكندي كيبان لي غير محظوظ يعني ربما سجل الهدف الثاني، ولكن الحكم رجع لضربة جزاء خلاش الأفضلية. النتيجة كما هي على الصورة 1-1. السي محمد النجاري ليس هناك اذان صاغيه، يعني حنا كنشوفوا كنعيشوا الوضع كيف يعني كتجير الامور هنايا، ما غاديش تكون اذان صاغيه وما وحنا لا يعني حنا ما كنحترموش يعني بعضياتنا. واخا وجهتيهم يعني العام اللي فات هضرنا على مجموعه من الانديه ومجموعه من الفرق اللي كتعاني في صمت ومحتاجه للدعم المادي ومحتاجه للبنيه التحتيه الرياضيه، ولكن لا احد يسمع. أنا أعرف من هي الأذان الصاغية. الأذان الصاغية إن شاء الله بغينا غير تنفذ التعليمات ديال عامل إقليم ناظور في 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 ذاك البلاغ الصحفي، وينوضوا يخدموا يقلبوا على وعاء عقاري ويعاونوا الفرق اللي كتلعب، يعاونوا فرق هلال الناظور، فتح الناظور، شباب الكيندي، حسنية الناظور. علاش لا غدا ما نشوفوش شي فريق من هاد الفرق هادو يلعب في القسم الاحترافي ولا جوج؟ ماشي شي فريق واحد، خصنا جوج فرق في القسم الاحترافي. علاش منعوا نورمالمون خصنا الفتح والهلال يكونوا في الاحتراف، الكندي والحسنيه يكونوا في الهوات. هادشي خص بالتضافر الجهود. اكيد الحمد لله السي محمد النجاري، واخا ما سمعناش لبعضياتنا، اكيد ان هناك اراده ديال الدوله، هناك اراده ديال المغرب في الرياضة، وأكيد سيضطرون للدخول أيضا للانخراط في هذه المسيرة اللي كيخوضها المغرب، لأن لا مكان لمن لا ينخرط في المسيرة ديال الانطلاقة اللي دارتها كرة القدم المغربية والرياضة المغربية في السنوات الأخيرة. طبعا وبفضل طبعا التوجيهات الملكيه والدعم اللي خصو للرياضه، اللي ما انخرطش ما عندوش بلاصه يعني في المجتمع المدني ولا في تمثيل طبعا المواطن. ضربه خطا لفريق شباب الكندي خطيره في يد الحارس، يد الحارس الرأسية. كل طبعا شكرا سي زهير، يعني السبورت ناظور دائما مع العدل وما عندهاش محبة لأي جمعية أو لأي نادي،
هناك توزيع غير عادل الكرة بهذه الصراحة هذه. وأبرزهم فريق شباب الكندي اللي مظلوم تظلم في المنحة ديال جماعة الناظور صراحة، ما كانش خاصهم يتعاملوا مع هذا الفريق هذا بهذه الطريقة هذه، غير الفريق اللي عنده 100 ممارس. هاد الشباب هادو أبناء الجماعة ديال الناظور، اللي ما عنده هنا أخوه عنده ولد عمه، اللي ما عنده جاره هنايا عنده ولد خاله، اللي ما عنده هنايا حد عنده صديق ديالو، يعني 100 ممارس راه ما سهلش يعني باش تجي يعني وتقسى وتحس بالحقرة يعني صراحة. ما خاصش تكون ما خاصش تكون يعني تاخذ الامور بهذه الطريقه هذه يعني ما تخو يعني. حتى وان لم يكن طبعا المكتب المسير لصديقا لاحد اعضاء او صديقا او لم يصوت او لم ينتخب او عنده حزب مختلف، فكان عليهم انهم يعاونوا الشباب، لان الشباب هما خصنا نشوفوا عند هاد الشباب هادو عند الفاد اولادنا اللي خصنا راه انتشار يعني يعني كاين الامور اللي تقدر تخلي الشباب انهم ينحرفوا على الطريق الصحيح. كره القدم على الاقل كتبعدهم على الطريق هذا الطريق الخايبه، وهذا الشيء علاش ما كيفكروش فيه المسؤولين ديالنا، خصوصا ان هناك الغريب في هاد المسؤولين هادو ان يعني الا رجعنا الرساله الملكيه حول الرياضه واللي اللي قال لهم ان المسؤول خاص هو الاول هما الاولين خاص اللي ينخرطوا فهاد الرساله الملكيه حول الرياضه وينخرطوا وينفذوها ويتفاعلوا بشكل ايجابي مع الرساله الملكيه. ولكن لا حياه لمن تنادي، ولكن كل الشكر للسيد عامل اقليم الناظور جمال الشعراء اللي رجع الدفء ولو معنويا للجماهير الناظوريه فهاد الشان الرياضي والكروي باقليم الناظور. ولكن السن الجهري يمكن ما صوتش هاد العام. ما عرفتش علاش يعني هو الاستثناء، والله ما عرفتش، يمكن ما عندوش يعني عنده ربما عنده شي حزب لم ما دخلش المجلس، ما عرفتش والله ما عرفتش، هو تحمل حتى هو المسؤوليه ديالو. تحياتي السن الجهري. دابا في الناظور السن الجهري المشكل اللي عندنا ماشي بالعمل اللي كتقوم به، يعني بواحد الطريقه بواحد الامور كتعالج بواحد الطريقه مختلفه اللي كنا بغيناها. خصنا معايير، حنا بغينا انه معايير تعطى للراي العام ها وفق المعايير اللي كانت تعطى هاد المنح، كاين ما كيقولوا لكش يعني غريب، كاين معاهم اعضاء وما عجبهمش الحال. تصورش وتصور انت السن الجاري اعضاء في الاغلبيه وما عجبهمش الحال من التوزيع ديال المنح، ماشي ماشي غريب وعجيب، الا الاغلبيه ما تفهموش في هاد النقاط هذه يعني ماشي غتستغرب وغتتعجب. ايوا كنتمنوا الخير لهذه المدينه فقط السن الجاري، يعني ما عندنا لا ناقه ولا جمل. طبعا متابعينا الاعزاء التذكير فقط، كنلعبوا 75 دقيقه دائما تعادل هدف لمثله بين فريق شباب الكندي وقدس العروي برسم الجوله التاليه من الثالثه من بطوله القسم الاول عصبه الشرق. ما وصلتوش الكرة السي أسامة بن أحمد، ما أسامة سقط في راحة يعني في هذه الجولة الثانية، يعني ما وصلتوش الكرة. يعني كنشوفوا أن السيطرة ديال فريق شباب الكندي وكيلعب في الجهة ديال القدس العروي، لكن الفريق ما تمكنش أنه يسجل بعد ما ضيع ضربة جزاء. طبعا متابعينا الأعزاء اللي عنده شي استفسار أو شي تساؤل على المباريات اللي بغيتوا نقلوها غدا وبعد غد على موقع سبورت ناظور، اي استفسار اخر بهذا الخصوص فمرحبا بالاسئله ديالكم ومرحبا بالتساؤلات ديالكم، واللي عنده شي حاجه مرحبا. سبورت ناظور دائما مفتوحه لكم ومفتوحه للجميع، وايضا من اجل المزيد من التفاعل والتعارف اللي كيتفرج من اي مدينه كيتفرج، واش يعني كاين اللي في اوروبا كاين اللي هنا في المغرب، مرحبا بكم التفاعل معنا. صحيح وكنتمنوا ان هذا يعني هذه المساله هذه نتمنوا من الحكومه المغربيه انه دير قرار جديد انه المنح ما تكونش في يد الجماعات وفي يد المجالس المنتخبه. كنتمنوا ان هذه الامور هذه توزع عن طريق مؤسسات
يعني اكثر يعني جديه في الانخراط في التقدم الرياضي للمملكه. ربما احسن يعني يكون هناك مؤسسه ربما خاصه للدعم العمومي، يعني ما يكونش هناك تسيب. يعني المال العام ما خصناش نلعبوا فيه. عيسى عمراني، عيسى العمراني، عيسى تمريرة، بوسلام أنوار العمراني، عيسى كيلعب كرة لمصطفى، جوج لاعبين مع مصطفى، هناك تكتل يعني قدس العلوي في الدفاع. صعب جدا المرور، ما كاينش مساحات. هجمة مرتدة لفريق شباب الكيندي، استرجعوا لاعب شباب الكيندي بسرعة في وسط الميدان. مراوغة جميلة، لاعب يشبه مارادونا كين مشات له الكرة، استرجع اللاعب القجوعي حسام، القجوعي التمريرة لعيسى، عيسى عيسى عيسى، محاولة خطيرة لفريق شباب الكيندي، تدخل الدفاع يبعد الكرة للتماس دائما لفريق شباب الكيندي اللي كما قلت كيلعب في النصف ديال فريق قدس العروي. الوقت 78 دقيقة، الوقت كيمر بسرعة. كنلعبوا اخر دقائق الربع الاخير من هذه المقابله. دائما تعادل الهدف اللي سافروا، لكن المشكل المجتمع المدني اللي اكيد انه هنا بدات الحملات الانتخابيه مبكرا بجماعه الناظور مجموعه من الجماعات. هذا الشيء كنتاسفوا ليه جميعا، يعني ما كناش بغينا نشوفوا هذا الشيء في هذا المجلس هذا. ربما هناك استفوت، هناك ربما هناك تدخل، ربما غادي نقول لك انه المنح لن يؤشر عليها، يعني باش ما غاديش، يعني هناك مصادر كتقول ان بعض الجمعيات ما غاديش يتاشر لي على هذيك المنح. اكيد ان الامور راه كتاخذ بجديه وماشي كدوز غير هكذاك وصافي. راه هذا الدعم العمومي وماشي اللعب، ماشي واخا المجلس البلدي ولكن ما عندوش الحق انه يوزع الدعم العمومي على هوا. يعني كاين خص تكون معايير وضوابط، يعني كاين قانون في الامور هذه، وما خصش تكون السيبه في توزيع الدعم العمومي، ما خصش تكون حملات. خصنا ندعموا المدينه ديالنا تطلع، خصنا. هذا هو الشيء اللي كنا كنوعدوا به الساكنه في الحملات الانتخابيه قبل الانتخابات، ودابا وصلنا جلسنا على الكرسي، خصنا عاود ما نساوش ديك الوعود وما نساوش العمل المساهمه في التنميه بشكل عادل. احنا ابناء مدينه واحده، جماعه واحده، فرق كلها تمثل جماعه الناظور وتحمل يعني علم مدينه الناظور في المحافل الجهويه والوطنيه. ما كاينش فرق بين هذا الفريق ولا هذا الفريق، خصنا كلهم يمثلون مدينه الناظور، يكونوا يعني خص كلهم معهم عادلين. التمريره خطيره، مصطفى التمريره تدخل، الدفاع دائما الخطوره لفريق شباب الكيندي، مراوغه خطيره، مراوغه جميله، قدفه، تدخل الحارس يبعد الكره للركنيه. فريق شباب الكيندي كيلعب اخر اللحظات، هل سيسجل فريق شباب الكيندي هدف التقدم وهدف الفوز أما أنه سيكتفي بالتعادل؟ تمريرة داخل المعترك، تدخل الدفاع، مشات للدفاع العروي، بعدوا الكرة لاعبي قدس العروي، مشات الكرة للاعب فيصل الطيبي، خرجت الكرة لفيصل، تماس لفريق شباب الكيندي. آخر لحظات،
تلعبات الكره في الجهه اليسرى لفريق شباب الكندي. اللاعبين ديالو كيمتازوا بالمهارات والمراوغات، ولكن تاكدتوا الدفاعي لقدس العروي ما خلاش المساحات لفريق شباب الكندي منين يدوزوا. يعني هذه النتيجه هذه ضربت مرمى، نعم ضربت في المدافع وخرجت في المهاجم ديال شباب الكندي وخرجت 5 متر و50. يعني مستوى كبير لعب قدموه لاعبي شباب الكندي، وان كانت النتيجه هدف لمثله في المقابله. الاشكال ان اسفوت ان المجتمع المدني هو علاش سكت، لانه استفد. ما يقدرش المجتمع المدني يطالب بهذه الامور هذه. وإلا شفتي انه بعد توزيع المنح في دوره اكتوبر، ان المجله الالكترونيه سبورت ناظور الوحيده يعني اللي انتقدت هالتوزيع هذا ودرت موقف من هالتوزيع الغير العادي للمنح، رغم ان ما كانش علاقه في هذا الشيء. هذا المعقول انسان يقوله. اللي كنقول يعني انه المجتمع المدني ما دارش، ما قامش بالواجب ديالو، ما قامش بالدور ديالو. علاش؟ لانه استفد من المنح، ما يقدرش يهضر الا ما الى هضر مره اخرى ما غيستفدش. هذا هو الغلط اللي كيوقع في الناظور، يعني تكميم الافواه. هذا الشيء خصو ما يكونش. خصنا ندافعوا على التنميه ديال المدينه. راه الهجره للشباب راه نخرط لهذ المدينه هذه، وخصنا ننخرطوا جميعا لايجاد الحلول للشباب باش يبقاو في المدينه ديالهم. يلعبوا اخر اللحظات من عمر الجوله الثانيه. دائما تعادل ايجابي هدف لمثله بين الفريقين. مشى مصطفى، مصطفى مجهود كبير، مهاجم ممتاز، لاعب مصطفى، لاعب فريق شباب الكندي اللي كنتمنوا له التوفيق في المسيره الكرويه ديالو. اكيد انها محطه. شباب الكندي عباره نقولوا نقدروها يعني مدرسه تنتج المواهب الكرويه اللي سقليها واعطاها الفرصه من اجل اجراء بعض المباريات خطيره. مصطفى تدخل دفاعي وبعد الكره مشت سهله في يد الحارس. كان لعبوا تقريبا 49 دقيقة من عمر الجولة الثانية، لحظات أو دقائق وتنتهي هذه المباراة. أكيد أن النتيجة في مثل هذه المواجهات لا تهم. الأهم هو المنتوج ديال مدرسة فريق شباب الكندي في المستقبل القريب، يعني الدور ديالو في التموين والإنتاج وصقل المواهب الكروية. هذا هو الدور اللي كيلعبوا فريق شباب الكندي في الإقليم، يعني المنح، لا المنح للمجالس المنتخبة ولا الدعم المخصص لهذا الفريق ما غاديش يخليه أنه يلعب على الصعود. منح هزيلة يعني لا ترقى الى مجهودات اللي كيقوم بها هذا الفريق. هذا صحيح سي جمال، اكيد لن ينسى احد المجهود الفردي واللي كيقوم بهذا السيد هذا، غيره على كره القدم وغيره على فريقه شباب الكندي. مجهودات فرديه ونضال، مناضل صراحه، مناضل في هذا المجال، يعني مناضل. سي جمال كنتمنوا ان السيد عامل اقليم الناظور سيد جمال الشعراني انه يستقبل هذه الفرق، هذه الفرق كتقوم بواحد المجهود كبير على مستوى التنميه وعلى مستوى يعني ابراز المواهب واعطاء الفرصه لابناء الناظور. الفريق الوحيد اللي كيعطي الفرصه الى جانب حسنيه الناظور لابناء الناظور انهم يلعبوا كره القدم. يعني خاص دعم هذا الفريق هذا، يعني الفريق كما قلت حسنيه الناظور وشباب الكندي، الفريقين اللي كيعطيو الفرصه لابناء الناظور يلعبوا كره القدم في الناظور.
نتمنوا لهم كل الدعم وكل التوفيق ان شاء الله في المسيره ديالكم، المسيره ديالهم. مارادونا شبيه مارادونا، نعم، مراوغه تمرير خطا، لعب ممتاز، لعب صغير السن يعني ما عندوش حتى 17 سنه، لعب شباب الكيندي، ولكن الطريقه باش كيلعب يعني المراوغات ديالو ولا التمريرات ديالو، ان واحد 3 سنين هذا اللاعب هذا غيكون عنده ان شاء الله مستقبل في كرة القدم، كما وقع مع ميمون الحمداوي، كما وقع مع مجموعة من اللاعبين، عمر الهوتي ومجموعة من اللاعبين اللي مشاو بعيد عن من باب فريق شباب الكيندي. أخيرا المحاولات لفريق شباب الكيندي، كرة في الجهة اليمنى، تدخل الدفاع يبعد الكرة لتماس للركنية، عفوا ركنية لفريق شباب الكيندي. الكيندي تلعبات بحال يعني هناك تلعبات الكرة داخل المعترك، خطيرة 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 خطيرة، تكتل دفاعي لفريق قدس العروي، ما خلاش لاعبي فريق شباب الكيندي انهم يسجلوا هدف الانتصار. محاولة خطيرة لفريق شباب الكيندي بعيدة، يعني تلعبات الكرة بعيدة، هل سيعلن الحكم على نهاية المباراة؟ شحال دقيقة؟ دقيقة ربما يعني الثالثة تقريبا، كنلعبوا تقريبا 3 دقائق من وقت بدل ضائع، وما شفناش وقت ضائع بزاف، ربما في أي لحظة الحكم غادي يعلن على نهاية المقابلة، يعني ما شفناش وقت ضائع بزاف، كنلعبوا 3 دقائق 93 دقيقة عفوا. من سينتصر؟ قدس العلوي، محاولة المسيح خطيرة لفريق قدس العلوي، هدف، هدف تغطية دفاعية، هدف لفريق قدس العلوي، هدف قاتل جاء في الدقيقة 93 من عمر المباراة، هدف قاتل طبعا، ما كانش كيتوقعه حتى واحد، ما كان كيتوقع ان العروي غتسجل، ولكن هذا الشيء اللي وقع، العروي هي اللي سجلت، القدس العروي هي اللي سجلت يعني بعد يعني كما قلت المتابعين الاعزاء، الكيندي هو اللي سيطر على المقابله، هو اللي خلق الفرص، هو اللي كان قريب انه يسجل، ولكن الفريق قدس العلوي باغت شباب الكيندي وسجل، وسجل هدف تقدم، يعني الى شفنا جوج ولا ثلاثه المحاولات لقدس العلوي في هذه الجوله الثانيه، ولكن استطاعوا يسجلوا، في حين فريق شباب الكيندي ضيع مجموعه من الفرص بغرابه. توقف المباراة، إصابة أحد لاعبي فريق قدس العلوي، مسجل الهدف الثاني، انتظار نشوفوا الرقم ديالو، حصرة بعض لاعبي فريق شباب الكيندي على يعني هذا الهدف القاتل والمباغت، فريق شباب الكيندي غير محظوظ بالمرة، قدم مباراة كبيرة، أداء ممتاز، شفنا فرديات، شفنا مواهب، ولكن يعني عن هجمة مرتدة سجل فريق قدس العلوي بعد ما سيطر فريق شباب الكيندي في المباراة طولا وعرضا، ولعب في النصف ديال القدس العلوي، ولكن كرة القدم هي هذه دائما تحمل المفاجآت. Thank you.
96 دقيقة من عمر المقابلة. أكيد أن هناك وقت عاد يعني بعد ما توقفت المباراة. شحال غادي يدي في الحكم بعد التسجيل ديال هذا الهدف هذا؟ هل دقيقة أو دقيقتين؟ واش غنوصلوا ل 100 دقيقة اليوم هنا في الملعب البلدي بالناظور؟ في انتظار ذلك بقوا معنا متابعين الأعزاء. هل سيعدل شباب الكندي؟ هل سيستغل هذه المحاولة؟ شباب الكندي محاولة كيرفع كرة خطيرة داخل المعترك، تدخل الدفاع دائما الخطورة لفريق شباب الكندي، التمريرة إبعاد، ركنية لفريق شباب الكندي. كان عيشوا صراحة لقط وقت ممتع في هذه المباراة، حماسية هذه المباراة هذه في الدقائق الأخيرة ديالها، ممتعة جدا رغم يعني محاولة خطيرة لفريق شباب الكندي. مشات الكرة للقدس العلوي من أجل هجمة مرتدة، هجمة مرتدة كيسترجعوا لاعبي فريق شباب الكندي، خرجوها للتمس. تماس لفريق قدس العلوي. اخر دقائق كانت ممتعه في هذا الديربي اللي كيجمع فريق شباب الكندي وقدس العلوي. النتيجه دائما تقدم قدس العلوي بجوج لواحد. هل سيعدل شباب الكندي النتيجه؟ محاوله داخل في العمق، تدخل الدفاع، يبعد الكره دائما الكره لفريق شباب الكندي، كيدخلوا لاعبي قدس العلوي من اجل ابعاد الكره. استرجعوها لاعبي شباب الكندي، هناك صراع على الكره في وسط الميدان. تماس لفريق شباب الكندي. مصطفى كل لاعبي شباب الكندي في المنطقه ديال القدس العلوي. لعبات الكره طويله خطيره خطيره خطيره، دخل المدافع تماس لعبيت عجبت له المباراه، وفي هذه الأثناء يعلن على نهاية المباراة بتفوق وفوز فريق قدس العلوي على فريق شباب الكندي بهدفين لهدف واحد، مع العلم أن فريق شباب الكندي ضيع ضربة جزاء في الجولة الثانية، وكان قريب أنه يخرج منتصر أو متعادل في هذه المباراة لولا الحظ اللي عكس لعكس فريق شباب الكندي. إذا مباراة ممتعة، مباراة كبيرة قدمها فريق شباب الكندي في السيطرة على الكرة وفي المهارات وفي المواهب الكروية، ونتيجة مستحقة أيضا لفريق قدس العلوي بخروجه بالفوز في هذه المباراة بجوج لواحد. مباريات طبعا يعني ما لاعبين كيلعبوش بالضغط، مباريات فقط باش لاعبين انه يكتسبوا مجموعه من المباريات ويخوضوا مجموعه من المباريات. من اللاعبين ما كيتجاوزش العمر ديالهم 20 عام. كنتمنوا التوفيق لفريق شباب الكندي في المباريات القادمه، وايضا حظ موفق لفريق قدس العلوي. اذا متابعينا الاعزاء شكرا على المتابعه لهذه المباراه، ولا تنسوا موعدنا غدا يتجدد ابتداء من الساعه 3 مباراة هلال الناظور سيدات وسيدي سليمان الشرعة، وأيضا مباراة شباب بني بوغفر واتحاد الدريوش ابتداء من الساعة 3 زوالا. فكونوا في الموعد، إلى اللقاء.